خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا، التقى زميلنا صهيب شعشاعة بسيارة بورش مكان 2019 الجديدة المحدثة بشكل سري، وذلك قبل إطلاقها الرسمي الذي وثقته الشبكة العنكبوتية مؤخرا. السلام عليكم ورحمة الله. دعوة خاصة من شركة بورش فريق عرب جدي. احنا متواجدين حاليا في ألمانيا، تحديدا شتوتغارت، لنشوف أول ناس على مستوى العالم نشوف بورش مكان الفيس ليفت الجديد بالكامل. بورش مكان تعتبر سيارة ناجحة عند الشركة، سيارة SUV صغيرة الحجم، باعوا منذ إطلاقها في عام 2014 أكثر من 350 ألف سيارة، فحاليا بطلقوا الفيس ليفت. الفيس ليفت راح ناخذكم بجولة سريعة نوريكم أبرز التغيرات اللي صارت على السيارة، ولكن بشكل سريع شو صار على السيارة. الأدوية الخلفية شايفين هذا DNA الجديد الموجود على 911 والبانيميرا والكيين صار موجود على المكان. الأدوية الأمامية صارت مختلفة، بعض التعديلات على منصات الصدمات مشان يحسنوا من أداء السيارة، وأكثر شيء تعديل صار على السيارة من داخل المقصورة أكيد راح تلاحظوه بكل سهولة حجم الشاشة الأمامية. الحجم 11 إنش تعمل باللمس، عليها كل التقنيات الموجودة على شركة بورش كأنظمة مساعدة، وبتقرأ الشواخص المرورية وبتعطيك حركة المرور الموجودة. وحصلت سيارات بورش مكان على تشكيلة جديدة من الألوان الخارجية، والتي تضمنت الأزرق والأخضر المعدني والفضي وغيرها من الألوان الجديدة. كما زودت السيارة بإطارات جديدة من قياس 20 إنش و21 إنش. وحصلت داخلية بورش مكان 2019 على تجديدات على لوحة العدادات، وتم تحديث نظام الترفيه والمعلومات، كما تم نقل مكان فتحات التكييف إلى أسفل الشاشة، وزودت المقصورة بمقود جديد ونظام صوتي محدث. السيارة تم تعديل عدد كبير من الوضعيات الموجودة عليها والأنظمة المساعدة، بالذات أن المحافظة على المسار صارت تقرأ الشارع من الزوايا كلياتها وتخلي السيارة في منتصف المسار بالتحديد. خلينا نحكي لكم شوية معلومات وتفاصيل أكثر، نأخذكم بجولة. وفيما تحفظت بورش عن كشف مواصفات السيارة الميكانيكية، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن بورش مكان 2019 ستحصل على محرك رباعي الاسطوانات بسعة لترين مع تيربو، وسيتم التخلي عن محرك V6 ذي سعة 3.6 لتر المستخدم في سيارات مكان قبل هذا التحديث. ولا تتوفر لدينا أي تفاصيل حول محركات الديزل، ولكن من المرجح أن شركة بورش ستستغني عنها. ومن المرجح أيضا أن تعتمد سيارتا بورش مكان S وبورش مكان GTS على محرك V6 بسعة 3 لترات مع تيربو تشارجر. أما سيارة بورش مكان تيربو فمن المتوقع أن تعتمد على محرك V6 بسعة 2.9 لتر. وحالما تتوفر لفريقنا أي معلومات رسمية عن مواصفات وأسعار بورش مكان الجديدة سنزودكم بها على الفور إن شاء الله. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.